des autres années, l'artiel Maïsa Amine, تنهور انه في نظام الخميني، نظام الملالي يلي اجى سيطر على ايران وانتشر حول ايران بالدول المجاوره ووصل على امريكا اللاتينيه وايديولوجيته بالعالم صارت. هيدا النظام له اربع بصمات: الحرمان، القمع، القتل والدمار. هيدا يلي بيعرف يعني على الرجال بس خصوصا على النساء، لان النساء هو بيعتبروه انه الفريق الضعيف بالمجتمع، وثانيا هن بينظروا الى المراه كعوره، المراه هي لخدمه الرجل فقط، لخدمته جسديا، لخدمته انانيا، لتسمع الكلمه. يعني نحن محل ما بينوجد هالنظام بينوجد القمع والحرمان، القتل والدمار. حتى بلبنان نحن تحت ظل احتلال هالإيديولوجية الإيرانية، لشان هيك بنوقف مع الإيرانية، بنوقف مع العراقية، بنوقف مع اليمنية، بنوقف مع السورية، بنوقف مع الفنزويلية، وبنطالب المجتمع الدولي انه ليش بعضو هالنظام نظام الإجرام، ليش بعده محمي، ليش بعدهم عم بتساوموا معه، ليش بعده بيهرب من العدالة، ليه بعده بيستفيد من الهروب من العقاب. لازم العالم كله يوقف ضد هالنظام يلي ولا ببلد نزل إلا ما قتل، ما سفك دماء، ما دمر حجر، وخصوصا دمر ثقافة، دمر ثقافة الشعوب يلي موجودة. ميسا أمينة هي كردية، حتى اسمها منو ميسا، جبرة بالاسم، جبرة بثقافة خمينية رجعية متشددة، قتلها لأنه شعره شوي مبين. قديش بده يكون الإنسان مجرم أكثر؟ وهيدا نظام، حتى هيدا النظام مربى ناس عنده بيوقفوا معه ضد الشعب الحر، بيوقفوا معه ضد الأحرار، بيوقفوا معه ضدنا.